الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يبصانو قاكور أركان الإيمان مشش بيغمبار خر ديفاش تشنر. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون بشر. ديفاش مخ آخر زرتخر أبخم وخب وخبشطن زرمخنر آخر يزخر الحشخم خبشطو زرشتار. وأنبياء ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام. أراشي بيغمبارهم يافش ومشنر خنقم. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم لنا. الحشخم قد خيغك وعشاخر. وأيدهم الله سبحانه وتعالى، يعني صدقهم الله سبحانه وتعالى بالآيات. أو دقبسوا الحشخم آخر قيغك ونمشا آيات غرخر قاريتا. أدوا الأمانة، أمانة الرسالة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى بها أكمل أداء، بلغوا الرسالة. الحشخم قاتري الحا أبخم رسالة قد خنا غسنو ديفاش مخ ديفاش دوش أر زرزفا غجار. بلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. قتل غساش بسوري الحشوم قاتري الحار قتل غسنو. أكمل نصح كان منهم نصحوا نصيحهم يا نخف ضدر أبخم قابغداتو شتا. وأنهم عليهم الصلاة والسلام بذلوا كل ما في استطاعتهم في نقل هذا الدين وتبليغه. أود قبس ديفاش دوش أبخم عليهم صلاة والسلام يا خزفج قاغنائم مدينر قد راغحان شحا. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام. أخدو أطلق وخم يا بددو شأر آدم عليه السلام. وأول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. يا برسول شتار نوح عليه السلام. وخاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ويوجددو محمد صلى الله عليه وسلم أبي وجج بغمبار زرش مأنور ديفاش دوش. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. زقورم بغمبار صلى الله عليه وسلم دنيم تجيانا وج ساس بغمبار جزئم سوحي قصخوك وجزئر هار جاورش كافرش دينم خاتشو.